مرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة. اليوم 3 مايو 2024 وهي النسخة 31 لليوم لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. هي الأمم المتحدة اختارت في هذا العام قضية حرية الصحافة والقضايا البيئية لأهمية هذه القضايا. كنا نتمنى للأسف أن نناقش قضية هامة وحساسة وهي قضية البيئة وترابطها والتصاقها أيضا بالعمل الصحفي. نجد أنفسنا للأسف الشديد زميلات وزملاء نناقش قضايا ونناقش مكتسبات خلنا أننا كسبناها بفضل الثورة وبفضل نضالات القطاع وبفضل الشعب التونسي. قبل أن أبدأ أود أن أحيي من هنا من مقر المقابلة الوطنية للصحفيين التونسيين نضالات الشعب الفلسطيني، ونترحم على أرواح شهدائنا من قطاع الصحافة. عدد الصحفيين الذين قتلوا يتجاوز 150 وهو رقم مفزع حقا. لا يسعني إلا أن أذكر الزميلين سفيان الشرابي ونذير القطاري. لا يسعني أيضا أن أذكر في سابقة خطيرة جدا في هذه البلاد زميلتنا شاذة بالحاج مبارك وزميلنا محمد بوالد. نحن عادة ما نشكر كصحفيين، لكن هذه المرة سنشكركم زميلاتنا وزملائنا في ظل هذا الوضع العصيب، في ظل هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المهنة الصحفية في تونس. وجدنا صحفيات وصحفيين يقومون بواجبهم المهني بكل الضغوط الموجودة. باش نشوفوا في التقرير وباش نشوفوا في تقديم التقرير أرقام مفزعة زملائنا، وباش نشوفوا وضعية تكاد تكون قادمة بعيدا عن الضجيج وبعيدا عن المزايدات. وضعيتنا اليوم وضعية صعبة وصعبة جدا لأسباب عدة، لن أطيل الكلمة، لكن سنلخص هذه الوضعية تقريبا في ثلاث حالات، في ثلاث حالات رئيسية واضحة، ولعل هذه الحالات تلخص حال القطاع وحال الحريات الصحفية في تونس. القضية الأولى هي قضية استدعاء زميلتنا خلود مبروك. كان الاستدعاء على خلفية مشاركة وزيرين سابقين وناشطين سياسيين وخاصة محامين، فتم استدعاءها للتحقيق على 9 ساعات في عبث قانوني، لأنه مش من دور القضاء يعدل الصحافة بقدر ما هو دور الهيئة التعديلية. يعني في غياب لايكا، في غياب الهيئة التعديلية، أصبح الصحفيون يعدلون من طرف القضاء وحكام التحقيق ومراكز البوليس. قضية الزميلة خلود ما هيش معزولة عن سياقها، لأنه هي لم تخالف القانون ولم تسرق ولم تقتل. هناك قضايا سابقة، قضية الزميل خليفة القاسم هي ستانكا ديكول بالنسبة لي. هناك قضية الزميل محمد بوغلاد، هناك قضية الزميل شذاب الحاج مبارك، وهناك عدة قضايا كقضية الزميل غسان بن خليفة والزميل هيثم المكي وقضايا ولا ندري ما هي القضايا الأخرى التي ستأتي. إلى درجة أنه في الفترة ما بين 3 مايو 2023 إلى 3 مايو 2024 تم رصد ما لا يقل على 39 إحالة قضائية خارج المرسوم المنظم للمهنة. يعني يا زميلات وزملاء، ما نعيشه اليوم هو فراغ مؤسساتي وفراغ تشريعي في قطاع الصحافة، بل يكون سابقة في تاريخ الجمهورية التونسية وفي تاريخ الصحافة التونسية أن يكون قطاع الصحافة دون قانون منظم له. الدولة الوحيدة اللي في تونس اللي ما تطبقش على الصحفيين قانون الصحافة. يطبق علينا تقريبا في 9 نصوص قانونية خطيرة جدا زملاء. هذه موجودة في التقرير، وارتأينا أنه في هذا التقرير ارتأينا جرد كل الحالات وارتأينا وضع كل الأحكام القضائية وكل القوانين التي طبقت علينا، طبق علينا قانون الإرهاب على خلفية عمل صحفي. لأننا نريد أن نوضح للسادة ممكن
للزميلات والزملاء صورة واضحة، لكن أريد أن أوضح للمستمع وللمشاهد وللمواطن التونسي. الصحفيين ما طلبوش حصانة لأنهم صحفيين بقدر ما طلبوا تطبيق نص خاص بقانون المهنة. طبق علينا المرسوم 54، هذا المرسوم للأسف الشديد أصبح سيفاً مسلطاً على كل شخص ينقد مسؤولاً أو وزيراً أو رئيساً أو حتى مواطناً عادياً. طبقت علينا مجلة اتصالات، هذه البدعة القانونية في عهد الثورة، في عهد يتبنى رئيس الدولة وتتبنى السلطة القائمة خطاباً يمجد الثورة، طبقت علينا قوانين بن علي. للتاريخ 2008 في هذا المكان كان الرعيل الأول المؤسس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موجود، وكانت كل المعارك تصب في تغيير مجلة الاتصالات وتنقيحها. للأسف الشديد بعد تقريبا 20 سنة نجد أنفسنا تحت سهام مجلة الاتصالات. طبقت علينا المجلة الجزائية. خلاصة الموضوع زملاء أنه على مستوى التشريعاتي هناك اتجاه من هذه السلطة السياسية لدفن المرسوم 115 وتطبيق نصوص قانونية عامة على خلفية العمل الصحفي، وهذا هو الخطير. لن تجدوا مسؤولا في أي دولة في العالم يقول لنا لسنا مع الحرية، كلهم يقولوا مع الحريات. مسؤولي العالم الكل يقولوا نحن مع الحريات وندعم الحريات، لكن الفرق بين الخطاب الرسمي للدولة التونسية وبين الممارسات شاسع وكبير. 39 إحالة زملاء وزميلات لم صارتش في تاريخ الجمهورية التونسية. النقطة الثانية التي تلخص حالنا هي ندوات صحفية في قصر الرئاسة دون حضور صحفيين، وأصبحنا للأسف الشديد في تونس نستقي أخبار هذه الندوات، زيارة رئيس وزراء إيطاليا وزيارة وقمة ثلاثية بين الرئيس التونسي والرئيس الجزائري والليبي. أصبحنا نستقي هذه الأخبار من وسائل إعلام أجنبية. هذا بالإضافة إلى استمرار، نعتبر أنه ما هيش في سياق معزول هذه الخطوة لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو أنه في البرلمان تم غلق كل المنافذ المعلومة على الصحفيين، وكان البرلمان أصبح مزرعة خاصة لدى السيد رئيس البرلمان اليوم. نفس الحال جانا مع المجلس الأقاليم. هذا بالإضافة إلى التفريق بين الإعلام الخاص والإعلام العموم. لا أقول في على مستوى التصريحات، لكل مسؤول حقه في السياسة الاتصالية، والفرق والحاسم بيننا وبينه هو النفاذ إلى المعلومة. اليوم يتم ضرب وحدة الجسم الصحفي بالتقسيم المقيت، صحفي في الإعلام العمومي وصحفي في الإعلام الخاص، بل لكاد نقول لهم نحن صحفيون في خدمة هذه المهنة. هذا بالإضافة إلى المعاناة التي يعيشها الزملاء في الإعلام العمومي. رجوع السنسرة، رصدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريبا عودة السنسرة أو محاولات السنسرة في مؤسسات الإعلام العمومي. في بعض الأحيان ساهمنا في إطار آلية التعديل الذاتي في فض بعض النزاعات، نجحنا في حاجات، لكن أمام تعنت بعض المسؤولين القائمين على الإعلام العمومي فإنه تصبح المسألة معقدة ومعقدة جدا، خاصة في ظل غياب المشروع الدولة التونسية في علاقتها بالإعلام. النقطة في هذا المجال زملاء، لا يزال المنشور عدد 4 والمنشور 19 سريان المفعول، وبالتالي بهذين المنشورين فقط قد نقول أن العمل الصحفي يكاد يكون مستحيلا، فما بالك بترسانة قانونية تم تطبيقها علينا مع سبق الإصرار والترصد من طرف أجهزة الدولة ومباركة سياسية واضحة. لن ننصب أنفسنا زملاء مفتشي نوايا ولا في الضمائر بقدر ما الحديث على حرية الصحافة وواقع الحريات الصحفية يقتضي الحديث عن التشريعات وعن الممارسة. على مستوى التشريعات الوضع سيء وسيء وقاتم جدا، يعني أصبح الحلم كل الحلم في هذه الدولة أن يطبق علينا نص الصحافة.
زملاء وزميلات، ما فماش دولة في العالم ما فيهاش نص صحافة إلا تونس. واقع الحال اليوم بالرغم وجود المرسوم 115 إلا أنه نجد الاجتهادات القضائية تقريبا تصب نحو عسكرة قطاع الصحافة بالقوانين، وتصب نحو خنق الصحفيين بقوانين لا تمت للمهنة الصحفية بصلة. 39 حالة اختر فيهم كل حالة تعتبر سابقة في التاريخ، ما عندناش فيها فقه قضاء، وبالتالي هناك مجهود قانوني نقوم به سنتكلم عليه لاحقا. الحالة الثالثة والتي تلخص حالة واقع الحريات الصحفية في تونس هي تقريبا الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين، بالإضافة إلى خطر اندثار الإعلام الخاص في سنة انتخابية. جرت العادة أنه في السنوات الانتخابية يكون هناك، يعني في الموروث ولو في العرف السياسي، يكون هناك تقريبا انفتاح. هذا ما يحصل في عدة دول. ما نراه في تونس هو في سنة انتخابية أصبحت الولاية العامة على الإعلام لهيئة الانتخابات. للأسف هيئة الانتخابات أصبحت مركز بوليس تاع صحفيين، وبالتالي تواترت الشكايات بالمرسوم 54 على خلفية أعمال صحفية تنقض المسار الانتخابي أو تنقض أداء الهيئة.